يسعد مساك، يسعد مساك حبيبنا علوش عمري. طبعا اليوم احنا في زياره لصديق لنا بنتفرج على اشجاره الجميله. طبعا انت يا علوش من محبين الاشجار، اكيد اكيد. هذه الشجره غريبه، ويمكن شجرها زي ما انتم شايفين شجرها وورقها غريب. هذه الشجره الكل بيعشقها والكل بيحبها، خصوصا الامهات اللي بيعملن الحلويات. اوه وجيبن ايش؟ قشطه. القشطه، طب ممكن تورجينا اياها علوش القشطه؟ هاي شجره القشطه. لا بدنا نشوف الحبه، حتى القشطه هيو حب القشطه. ممكن تورجينا اياه؟ لا تقطعهاش، معلش. لا 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 طبعا هاي حبه القشطه، وهي شجره القشطه صلاه النبي ربنا مبارك فيها مليانه. الحبه هذه كل ما تكبر تستوي بصير طريه، الله مسكيها. طبعا هيك مش مستويه بنلفها بحرام او بكسنين، وزي قصه لابوكاتو بنخبيها في حرام يومين بعدين بتستوي بتصير عسل وقشطه. القشطة فوائدها كثيرة وما بدنا نحكي أكثر من هيك. ليش؟ لأن كلكم بتعرفوا إيش فوائد القشطة. فوائد القشطة بخلي الواحد حديد، بخلوا إيش؟ طب هي فاكهة عبارة عن إيش الفاكهة؟ الفاكهة موسمية ولا فاكهة تطلع طول السنة؟ لا موسمية القشطة. إلها موسم معين. موسمية، موسم الحمضية. إلها موسمية. زي الحمضية. طب ورجينا باقي شجر القشطة. تعال شوف. يلا. صلوا على النبي، صلوا على النبي. بدناش نقطع احنا، بس نتفرج. لا خلاص قطعنا واحدة معي عشان نورجيكم اياها، عشان تستوي. نحاول قدر الامكان نورجيكم الموجود هنا. برضه في كمان شجر، ورجينا اياها يا عم علوش هناك قدام. تعال. حالات النبي هي مليانة، بس انه ببينش عشان ايش؟ ورقها متكاتف. هي بتتخفى. شوف. شوف الحبة اللي فيها. اياد مستوي. بسم الله ما شاء الله. خلي. اياد مستوي. ايش يا عم علوش؟ صلوا على النبي. لك الطعم الجمهور شكله. هاي قشطه وهي قشطه، يعني اليوم بزاد قطعت حبتين، هيك بتخلي المره تعملنا ايش؟ بسبوسه بالقشطه. خلص يعني هيك بتكون جاهزه. طب هي الحب اللي جواها ايش لونه؟ قشطه، بتعرف شو القشطه؟ الحب البذر ايش لونه؟ اسود. الله يا عم علوش، والله يا عم علوش انه انت للامانه احنا دائما تتحفنا بشغلاتك وبتجيب لنا الحاجات الحلوه على قناتك، زي ما انتم شايفين شجر القشطه. طبعا يا جماعه الخير القشطة موجودة في الأسواق، مش كلها هيتها بتكون طبيعية 100%، في أنواع معينة بكون قشطة فيها نسبة عالية، فإحنا دائما بنحاول قدر الإمكان إنه نورجيكم الحاجات الحلوة المرتبة، وبنقول لعمو علوش ألف مبروك على الحبتين اللي أخذتهم، وحنمدك فلكة عشان أنت قطعت هذيك الحبة عجرة. لا كله مستوي، كله هذا مستوية؟ يومين ثلاثة بتصير زي القطعة. وهذه مستوية؟ هذه مستوية يعني. طيب إحنا دائما بنحافظ على الزراعة، ما نقطعش إلا الحبة إيش؟ المستوي. أكيد. شكرا لكم، وتنسوش تحطوا لعمو علوش لايك وشير وسبسكرايب. باي.